السلام عليكم. اليوم 25/3/2024، محاضرة الساعة 2 للساعة 3:30. احنا وصلنا بالمحاضرات الماضية عند موضوع الأوكسيداتيف دي أمينيشن للأمينو أسيدز. احنا أخذنا عن موضوع الترانس أمينيشن. بالنسبة للترانس أمينيشن قلنا احنا بشكل عام بننتج الجلوتاميت اللي بيكون هو يمثل الأمينو جروب أكسبتور، وعادة بيكون الأسبرتيت أو بيكون الألانين هم يمثلوا الأمينو جروب دونر. يعني بيكون، يعني هنا بحكي عن الرياستي وبحكي عن الريالتي، وحكينا عن الدياجنوستيك فاليو لهذا هدول الرياكشنز. خلينا نرسم رسمة بسيطة جدا احنا وياكم. انا بدي افترض، انا عندي هون بدي افترض اي تيشوز. الآن التيشوز تلجأ إلى ترانس أمينيشن، وهذا الحكي متى بيكون؟ بيكون على فرض في هناك كان إكسس لسيرتن أمينو أسيد، يصير في إكسس لأمينو أسيد، وهون اللي بيكون البرودكت عندنا الجلوتاميت الى البلود ستريم الى الليفر او الكدني. الليفر او الكدني بتتعامل مع الجلوتاميت وبتعمل شيء بنسميه اوكسيديتيف دي امينيشن، اوكسيديتيف دي امينيشن، والنتيجه باخذ ايش؟ باخذ الامينو جروب من الجلوتاميت، فبتكون الالفا كيتو جلوتاريت، والامينو والامونيا طبيعه الحال بتخرج، بستخدمها الليفر في إنتاج اليوريا. الآن الإنزيم اللي بيعمل أوكسيديشن للجلوتاميت بسميه جلوتاميت ديهايدروجينيز، جلوتاميت ديهايدروجينيز، موجود في الميتوكوندريا فقط للليفر وللكدني، فقط للليفر وللكدني. ومتذكرين إنه حكينا عن الـ AST والـ ALT موجودات في السيتوسول والميتوكوندريا، موجودين في تو لوكيشنز بالنسبة للسيلز، بينما الجلوتاميت ده هذا جينيز ايش بيعطينا؟ بيعطينا الالفا كيتو جلوتاريت، والمجموعة وبنزع الامينو جروب بتنتج الامونيا اللي بيستخدمها الليفر في انتاج اليوريا. لانه شو الهدف من الموضوع؟ الهدف اني انا اقلل مستويات الامونيا في بلد ستريم مشان ما يصير في حالة الهايبر امونيميا، وبالتالي انا امنع موضوع التوكسيسيتي للسنتر نيرفس سيستم. فنرجع للتكست تبعنا، لاحظوا هنا الجلوتاميت ديهايدروجينيز انا عملت له هو كانزايم، عمل اوكسيديشن للجلوتاميت، انتجني الفا كيتو جلوتاريت وطلعنا الامونيا، وهنا انتجنا ناد بي اتش او انتجنا ناد اتش، انتجنا الناد اتش. فهاي هاي الفكره العامه. لاحظوا هذا الكلام بيتم في الليفر، بس الجلوتاميت هون منين مصدره؟ مصدره من الترانس امينيشن، مصدره من الترانس امينيشن. الجلوتاميت ده هيدروجينيز وطبيعته ريفيرسيبل. طيب انا هون احنا يعني ناخذ احنا بعده طرق. اولا الامونيا بيتم انتاجها من فيريوس تيشوز، مش بس من السكيلتال ماسلز. ليش بجيب سيره السكيلتال ماسلز؟ لان السكيلتال ماسلز بتكون الكاتابوليزم فيها عالي، الكاتابوليزم بيكون فيها عالي. طبعا هون الفكرة أنا كيف بدي أنقل، السؤال هون كيف بدي أنقل أنا الأمينو جروبس الناتجة عن الكاتابوليزم لبعض الأمينو أسيدز أنقلها للليفر. خلينا نفهم إحنا وياكم برضو، نرجع للرسم اللي هو أكبر يعني
يعطينا فهم أكثر، فنيجي إحنا وإياكم هيك. أنا بدي أحكي هون عنا مثلا السكيليتال ماسلز، السكيليتال ماسلز. في السكيليتال ماسلز بصير في ترانس امينيشن، ترانس امينيشن برضو بينتج الجلوتاميك اسيد. الجلوتاميك اسيد هون ما هو بالنهايه راح ينتقل عن طريق البلد ستريم، البلد ستريم بالنهايه يوصل للليفر. طب ما هو الجلوتاميك اسيد ما دام طالع، ما دام طالع من المسلز، طيب ما نعم نعطيه، ممكن نعطيه كمان امينو جروب، كمان امينو جروب، وبالتالي انا بنتج الجلوتامين، والانزيم اسمه الجلوتامين سينثيتيز. فصار عندي الجلوتامين في قد ايش، صار في 2 امينو جروبس، وهدول انتقلوا لوين انتقلوا؟ انتقلوا إلى، يعني الجلوتامين صار في البلد ستريم وبعديها وصل للليفر. الآن بالليفر، بالليفر الجلوتامين بيرجع مرة ثانية إلى الجلوتاميك أسيد، وهون بيتم من خلال إنزيم بسميه الجلوتامينيز، بسميه الجلوتامينيز، بيطلع لنا الـ NH3. وهون الجلوتاميك أسيد أوريدي موجود، إيش موجود؟ الجلوتاميت دهيدروجينيز بيعطيني الفا كيتو جلوتاريت زائد الامونيا. هدول الجهتين بستخدمهم، بستخدمهم في تصنيع اليوريا، تصنيع اليوريا. هاي اول طريقه من الطرق اللي من خلالها انا بنقل الامونيا براحه من السكيليتال ماسلز باتجاه الليفر. وهذا الحكي لانه الترانس امينيشن وبالنهايه راح ينتج الجلوتاميك اسيد، بعطي الجلوتاميك اسيد كمان امينو جروب، بالتالي بتحول لجلوتامين، والانزيم بسميه الجلوتامين سنتاتيز، بينتقل الجلوتامين عبر البلد ستريم يوصل للليفر، وبالليفر عن طريق الجلوتامينيز برجع الجلوتاميك اسيد بوجود. وبعدين هذا حكي في الميتوكوندريا، الجلوتاميك اسيد عن طريق الجلوتاميت دهيدروجينيز انا برد ارجع وانتج الفا كيتو جلوتاريت والامونيا. الامونيا بستخدمها لتصنيع اليوريا سايكل، تستخدم في تصنيع اليوريا ضمن اليوريا سايكل. تلاحظوا في حالة الجلوتامين، حتى انتج الجلوتاميت من الجلوتامين انا بدي اعمل كونسيومينج، انا بستهلك او بطلع الان اتش 3، بطلع الان اتش 3. وفي حاله ايش، في حاله الموضوع ادخال الامينو جروب الى الجلوتاميت، انا هون بلزمني اي تي بي مع اضافه الامينو جروب، وبالتالي انا بكون الجلوتاميت او الجلوتامين عفوا. الطريقة الثانية، احنا حكينا عن الترانس امينيشن، افرضوا انه الخلية السل كان فيها مستويات عالية من سيرتين امينو اسيد، وفرضا كان الالانين او اي امينو اسيد ممكن يعطينا البايروفيت. على كل الاحوال، على كل الاحوال انه انا عندي بايروفيت، مصادره عديد البايروفيت. البايروفيت هون بعمل له ترانس امينيشن، ترانس امينيشن، وبنتج ايش، بنتج الالانين. الالانين تلاحظوا انه البايروفيت ما بيقدر، لانه البوليريتي له عاليه ما بيقدر يغادر الخلايا وبالتالي ينتقل عبر الدم، بالعكس هو بتحول إلى ألانين. الألانين كأمينو أسيد بيقدر يخرج للبلد ستريم وبعديه بيوصل لوين، بيوصل للليفر، وبالليفر الألانين هنا، الألانين
بنفس الطريقة بصير له ترانس امينيشن، ترانس امينيشن، وبالتالي انا بنتج البايروفيت. الان البايروفيت هون، البايروفيت ممكن يروح على الجلوكونيوجينيسيس وبالتالي ينتج الجلوكوز. فالجلوكوز بعدها بيغادر الهيباتوسايت باتجاه البلد وبرجع مرة ثانية الى المصل، السكلت المصل. فلذلك هذا بسميه كسايكل، يا بسميه جلوكوز الانين سايكل او بسميه الانين جلوكوز سايكل. جلوكوز الانين اذا انا حكيت بدايتي من الليفر، اذا قلت انا الانين جلوكوز سايكل بيكون بدايتي من المسلز كمثال، هاي بسميها كهيل سايكل. فعندنا طريقتين صار للترانسبورت للامونيا. اذا تو ميكانيزمز. بنوصل لموضوع اليوريا سايكل. اليوريا سايكل اولا لو اطلعنا على الاستراكشر لليوريا راح نلقى انه في تو امينو جروبس اللي هو ان اتش 2 ان اتش 2 مربوطات عن طريق الكربوني. لاحظوا هنا منين مصير ذرات النيتروجين، ذرتين نيتروجين مع ذره كربون، منين مصادرهم؟ مصادرهم بتكون بالعاده من الجلوتاميت. اذا بدي احكي عن الامينو جروبس مصدرها من الجلوتاميت. الجلوتاميت هون هو مصدر للتو نيتروجينز. أول طريقة إحنا بنعرف إنه الجلوتاميت بيوصل للليفر للهيباتوسايت وبالتالي بالذات إلى ميتوكوندريا. في الميتوكوندريا موجود الجلوتاميت دايهيدروجينيز بينتج ألفا كيتو جلوتاريت مع مجموعة الأمونيا. الأمونيا هنا بالعادة بتدخل في اليوريا سايكل. إذن أول نقطة تعرفنا أول نيتروجيني. النيتروجين الثاني مصدرها من برضو من ترانس امينيشن الاوكسالوسيتات اند جلوتاميت. يعني الجلوتاميت بتعرفوا انه الاي اس تي والاي ال تي ما هي اصلا ريفرسبل، فبصير في نوع من الترانس امينيشن للجلوتاميت. انا بعطي باخذ الامينو جروب من الجلوتاميت وبعطيها للاوكسالوسيتات، فالاوكسالوسيتات هنا بتحول لاسبارتيت وما تبقى من الجلوتاميت بينتج ايش؟ بينتج الالفا كيتو جلوتاريت. فالاسبارتيت هنا هو بيدخل از رياكتنت في اليوريا سايكل وبالتالي هو زودت، انا زودت اليوريا سايكل بالنيتروجيني الثاني. بالنسبه للكربوني والاكسجين على شكل سي او 2 بيدخلوا على شكل سي او 2. بتعرفوا ما في شيء اسمه سي او 2، سي او 2 هون بيصير له عن طريق بيصير له بذوب بالمي عن طريق الكربون انهيدريز. بالنهايه بينتج ايش؟ بينتج ال H2 ال HCO3 ماينس زائد H بلس، او بينتج ال H2CO3 بصير له ديسوسيشن HCO3 ماينس بالاضافه لل H بلس. فهذا بيكون از رياكتنت ايضا في اليوريا سايكل از رياكتنت. فهنا اليوريا بمجرد ما انه تم انتاجه بتم عمليه اكسكريشن باتجاه ايش؟ باتجاه البلد، ومن البلد بعديها الى الكدني وبصير له اكسكريشن نحو اليورين. فهاي الفكره. خلينا نشوف السايكل، اليوريا سايكل. اليوريا سايكل حقيقه بتتم فقط بالليبر، هاي اول نقطه. والنقطه الثانيه انه بتتم في الميتوكوندريا والسيتوسول، يعني الرياكشنز بتتم بالميتوكوندريا بالاضافه الى السيتوسول. لو جينا احنا لبدايه الرياكشن، انا هنا حكينا عن ان اتش 3 واللي قلنا مصدرها من الاكسيديتيف دي امينيشن للجلوتاميت بوجود ال سي او 3 ماينس وبدي 2 اي تي بي عن طريق انزيم بسميه كاربومويل فوسفيت سنتاتيز تايب 1. ايش انا بنتج؟ بنتج الكاربومويل فوسفيت. الكاربومويل فوسفيت عن طريق الكوندنسيشن رياكشن مع الاورنيثين بوجود الانزيم اورنيثين ترانس كاربوميوليز بيعطيني سيترولين. هون انا بخرج السيترولين من الميتوكوندريا الى السيتوسول. فهون احنا اخذنا، فصار السيترولين في نيتروجيني وحده وفي كربوني وحده، ضايلنا نيتروجيني ثاني. احنا حكينا بناخذها منين؟ بناخذها من حكينا من الاسبارتيت من خلال ترانس امينيشن للجلوتاميت اللي اصلا اجى من البيرفرال تيشوز بوجود الاكزالو اسيتيت، وبالتالي بنقل
الامينو جروب من الجلوتاميت الى الاوكساليسيت بتحول الى اسبارتيت، وما تبقى من الجلوتاميت بيعطينا الفا كيتو جلوتاريت. بالتالي الاسبارتيت هنا عن طريق الكوندنسيشن رياكشن مع السيترولين بوجود انزيم ارجينينوساكسينيت سينثيتيز بينتج الارجينينوساكسينيت، وهنا انا بصرف كمان اي تي بي. الارجينينوساكسينيت بعديها برضو عن طريق الارجينينوساكسينيت لييز بينتج، ليش بينتج لي؟ بينتج بالعاده الفيوماريت والارجينين. الفيوماريت هنا بتحول الى ماليت، والماليت عن طريق ايش؟ الماليت دي هيدروجينيز بينتج الاوكسال اسيتيت، والاوكسال اسيتيت هنا وفرناه از سبستريت للاي اس تي، للاي اس تي حتى يعمل ترانس امينيشن مره اخرى. فلاحظوا هنا بالارجينين فصار يحتوي على ذرتين نيتروجين مع وجود مع وجود الكربوني عن طريق انزيم بسميه الارجينيز. الارجينيز هنا عن طريق الهايدريشن او عن طريق الهيدروليسيس هون انا بنتج اليوريا وبنتج الاورنيثين. الاورنيثين بيدخل مره ثانيه الى الميتوكوندريا وبيكمل طريقه. بالنسبه لليوريا بيخرج عن طريق الفاسيليت ديفيوجن، بيصير الديفيوجن باتجاه البلد، من البلد بروح على الكدني وهناك بيصير الاكسكريشن. ايش الفيت لليوريا؟ حكينا الفيت لليوريا انه جزء من اليوريا والجزء الاكبر من اليوريا بيروح باتجاه الكدني، ولكن في جزء بسيط بيكون عبر البلد ستريم ويوصل لوين؟ يوصل الى لللارج انتستن بالذات. وبتعرفوا اللارج انتستن تحتوي على النورمال فلورا، وبهاي الحاله تلاحظوا انه هاي النورمال فلورا نوعيتها بتنتج انزيم بسميه اليورياز. اليورياز هون بالعادي كالسبستريت اللي له اليوريا وبينتج السي او 2 والان اتش 3. في حاله انه وصول اليوريا الى الجت قلنا هون بيصير لها ديفيوجن باتجاه اللارج انتستن، تمسكها البكتيريا تعمل له ديستركشن الى ان اتش 3 وسي او 2. الان ال اتش 3 جزء من ال اتش 3 بيصير له عمليه لوس عن طريق الفيسز بمر، وجزء اخر بيصير له ريابزوربشن. فلذلك نتوقع اذا واحد عنده رينال فيلير، رينال فيلير معناه انه مستويات اليوريا راح تزيد في البلد ستريم، معنى الكلام البروبورشن لليوريا اللي راح يوصل للجت راح يكون عالي، معنى الكلام ايضا انه مستويات الامونيا الناتجه راح تكون اعلى بفعل الاكتيفيتي للنورمال فلورا. فلهذا السبب الحال الكندشي راح يظهر الهايبر امونيميا. طب شو الحل هون؟ الحل هون لو واحد عنده كدني فيلير، بالعكس انا بعطيه انتي بيوتيك مشان اقتل النورمال فلورا على اساس انها تقلل من معدل ايش؟ معدل الدستركشن لليوريا. وهاي عاده انيومايسين، انيومايسين اللي هو عاده انتي بيوتيك يستخدم لتقليل عدد النورمال فلورا الموجوده في الانتستينال لومن. وبالتالي احنا هون يعني منعنا، يعني عالجنا على الاقل ولو جزئيا منعنا حدوث الهايبر أمونيميا اللي مصدرها من النورمال فلورا الموجودة باللارج انتستن. تعرفوا يوم أخذنا احنا عن أخذته أكيد باللاب، بالبيوكيمستري لاب، أخذته عن موضوع الليفر فانكشن تيستس. في إن أول واحد كان الـ ALT، الثاني الـ AST، الثالث الألكالين فوسفاتيز، الرابع البيلوروبين. بدكم تنتبهوا في موجود عندكم على صفحتكم، موجود على الصفحة صفحتكم في آرتيكل. هذا الآرتيكل بيحكي عن الليفر فانكشن تيستس، يعني ممكن تعمل إذا أنت قرأته مظبوط قرأته منيح، وهذا مش داخل بالامتحان أكيد، ولكن مهم جدا تفهموه لأنه إذا قرأتوه بعناية بحدد لكم كل أنواع الأمراض التي تصيب الليفر. بالتالي في إمكانية تعرفوا شو الفحوصات المستخدمة للتشخيص. يعني مثلا واحد عنده هيباتيتس،
واحد عنده هيباتوما، واحد عنده توكسيسيتي، واحد عنده سيروسز، واحد عنده فايبروسز. تقدر تميزوا امراض الليفر. يعني مثلا في حاله تعرفوا مراحل الليفر دامج، تبدا بالفاتي ليفر، بعديها الفايبروسز، وتنتهي بالسيروسز. عاده في مستويات للاي ال تي وللاي اس تي. انا بقولش انه والله مثلا الاي ال تي نورمال رينج الى لحد ال 40، اجي اقول 45 ولا 50. انا بقول 10 اكس، 5 اكس، 7 اكس، 8 اكس، 20 اكس. كل ما زاد الرقم، يعني الرقم هذا القيمه النورمال فاليو تضربوها ب 20 ولا ب 10، هذا كل ما زاد الرقم كل ما كان الليفر دامج او السيروسيس اقرب. لذلك ايش؟ فلذلك مهم جدا يتطلعوا على هاي النشره. كمان في برضه من الاشياء انكم تشاهدوا مستويات الاي ال تي على الاي اس تي، يعني في ريشيو، وهي الريشيو تستخدم ايضا في التشخيص. فهي امور لازم نكون عارفينها. طب ما دام حكينا عن الليفر فانكشن تيست، ايضا خلينا نحكي برضو عن الكدني فانكشن تيست. الكدني فانكشن تيست، الفانكشن اللي بالنسبه للكدني فانكشن تيست، في عندنا اولا اللي هو البي يو ان. البي يو ان من اسمه يعني شارح حاله، بلاد يوريا نيتروجين، بلاد يوريا نيتروجين، يعني كميه النيتروجين الموجوده في البلاد ستريم على شكل يوريا، على شكل يوريا. فهاي ماركر، يعني يوم يصير في مشكله بالكدني كمثال، اي مشكله بالكدني مباشره بصير في اليفيشن لليوريا، وبالتالي البي يو ان بيرتفع. هذا اكثر شيء بيكون واضح عند مرضى الديابيتس. مرضى الديابيتس بتعرفوا انه بتكون عندهم السوربيتول في الكدني، والسوربيتول ممكن انه بالاخص الناس اللي عندهم انكنترول ديابيتس. بالتالي هذول الاشخاص اذا ما قدروا او ما حافظوا على يعني مستويات طبيعيه من بلد جلوكوز ليفلز، النتيجه انه تلف الكدني بيكون اكثر واكثر. واذا تلفت الكدني يعني حتى لو كان بارشلي، البي يو ان راح يرتفع، البي يو ان راح يرتفع. فلذلك هذول ماركرز. يعني مريض السكر نطلب منه شغلتين، نطلب منه فحص البي يو ان، والفحص الثاني المهم بالوري الكرياتينين. فحص للكرياتينين، الكرياتينين برضو دلاله، الكرياتينين موجود برضو في داخل نقول النفرونز او داخل الخلايا الكدني. في حاله وجوده بالخارج دلاله، يعني باليورين مثلا او بالبلد خلينا نحكي، دلاله على انه الكدني فيها مشكله، دلاله على انه الكدني فيها مشكله. خلينا نشوف ايش الاشياء اللي بترفع البي يو ان. اول شيء قلنا الكدني فيلير او الكدني ديزيزز. رقم اثنين الهارت فيلير. الهارت فيلير لانه ما بيقدر يضخ كميه كافيه من الدم حتى توصل للكدني، وهذا الامر بيكون مستويات اليوريا فيه في الدم بشكل عالي. ديهايدريشن نفس العمليه، بصير في كونسنتريشن لليورين، بالاضافه انه بنقلل كميه نقول الماء اللي بنعملها يعني سكريشن باتجاه ايش؟ باتجاه اليورين، وبالتالي بصير في كونسنتريشن عالي او كونسنتريتد يورين، وبالتالي من الاشياء اللي بترتفع برضو اليوريا. كمان الرينال هايبوبرفيوجن، يعني افرضوا جدلا لسبب من الاسباب قلت مستويات الدم المتدفقه الى الكدني، وهذا الحكي معنى الكلام انه المستويات البي يو ان برضه راح تزيد، لانه الكدني هي وسيله الاليمينيشن لليوريا. وبعض الاشخاص نورمالي واحد ماكل بروتينات بدرجه عاليه، فبتلقى عنده البي يو ان عنده راح يرتفع، بس بيرتفع لفتره زمنيه. شو الاشياء اللي بتعمل يعني بتخفض مستويات البي يو ان؟ احنا بنعرف انه الاشياء بتخفض البي يو ان، اولا ما هو اللي بينتج اليوريا هو الليفر. ما دام في مشاكل بالليفر، ممكن ايش؟ ممكن انه قدرته على تصنيع اليوريا راح تقل، وبالتالي البي يو ان ماله راح يقل. والمين بيزيد برضه في المقابل، بيزيد في المقابل الامونيا، بيصير عنده هايبر امونيميا. كمان اذا يكون في ديفيشنسيس في بعض الانزيمات الموجوده في اليوريا سايكل، زي الاورنيثين ترانس كاربوميوليز ديفيشنسي، وعاده هاي الامراض بتكون كونجينيتال.
تفضلي سارة. دكتور، بحثنا في اللاب بايوكيمستري لاب كان عن الكيدني فيلر، وأنا ببحث عن الكوزز. قرأت إنه الديابيتيز بيكون أو بيظهر الألبيومين باليورين، بسبب إيش بالضبط؟ اخذت انت من معلومات، المعلومات ممتاز سؤالك يا ساره. معلومات يوم اخذنا احنا عن الميتابوليزم للمونوساكرايز اند دايساكرايز، اذا متذكري، يعني اذر ذان الجلوكوز. متذكري من ضمن الاشياء انه السوربيتول في الانكوندرول دايابيتس ميليتس، السوربيتول بيصير له اليفيشن. السوربيتول مش انا بحول الجلوكوز الى سوربيتول عن طريق السوربيتول، عن طريق ايش قلنا الانزيم سميناها؟ عن طريق ايش قلنا؟ ايش اسم الانزيم اللي بيحول الجلوكوز الى سوربيتول؟ ايش اسمه؟ الالدوز ريدكتيز، مش هيك؟ الالدوز ريدكتيز. وبعدها ايش بعدها؟ السوربيتول بحوله ليش بحوله؟ بحوله الى فريكتوز، مش هيك السيكونس تبعنا؟ طيب يوم بصير في بعض الناس اللي بدخل، خلينا نحكي احنا بعض الناس اللي عندهم انكوندر ديابيتس ميليتس، بالتالي الجلوكوز، دخول الجلوكوز بكميات كبيره للانسجه من هاي الانسجه المهمه اللي هي الكدني، فيوم يتحول لسوربيتول، الجلوكوز الى سوربيتول، ومش قلنا انه السوربيتول بيعمل ايش بيعمل؟ بيزيد من الاوزمولاريتي بالنسبه للخلايا، وبالتالي بتصير هي هايبرتونيك وبدخل الماء الى الداخلة، وهذا الكلام بياثر سلبا على هاي الخلايا وعلى الفانكشنز وعلى الانزيمز الموجوده فيها. بالتالي هذا احد الاعراض، بالاخص يوم تقولي كمان البلد كابيلاريز، وين ما في بلد كابيلاريز برضه بتتم هاي القصه. وبتعرفوا انه الكدني من اكثر الاعضاء اللي برضه فيها بلاد كابيلاريز، بالاضافه الى اذا متذكرين الريتنا، لذلك مرضى السكري مش بصير في عندهم، قد يصاب بالعمى، متذكرين؟ مش قلنا كمان وسمينا ريتينوباثي، وحكينا كمان انه برضه بياثر على الاطراف، بالاخص النهايات العصبيه الموجوده في نهايات، في نهايات الاطراف، مثلا زي الاقدام يعني مثلا اصابع الاقدام، تلقى مريض السكري بتلقوه انه في احيانا ما بحسش فيهم، مش لانه صار في دمج للنيرف اندينجز. فنفس الفكره هون، تكون السوربيتول بكميات كبيره، تمام، هذا الكلام بيفقد خلينا نحكي احنا الكدني الفانكشن، وبالتالي بصير قدرته على الاكسكريشن لليوريا بتقل، وبالتالي بيزداد مستويات البي يو ان. وضحت هذه؟ وضحت سارة؟ وضح الدكتور، شكرا. تمام. طيب طب احنا بالنهاية احنا بنعرف انه الامونيا ممكن مصادرها من different compounds، ومن هاي الكومباوندز، الامينو اسيدز، واحنا بنعرف الفيت للامونيا بروح باتجاه اليوريا، قلنا عن طريق ايش؟ عن طريق حكينا يا بقول يا عن طريق الجلوتامين، يا عن طريق ايش؟ يا عن طريق الجلوتاميك اسيد، يا بتكون فري، بس لازم نحافظ على مستويات منخفضه من الامونيا، وقلت لكم لانه بياثر على السنتر نيرفس سيستم. فلذلك مهم جدا، مهم جدا يكون طرق الترانسبورت، يعني افرضوا جدلا انه الليفر كان في مشكله ودخل الامونيا، المفروض انه الجلوتاميك اسيد او الجلوتامين يوصل للليفر، الان هون بالليفر راح يعطيني امونيا. طب افرضوا انه اليوريا سايكل فيها مشكله، الامونيا هون راح يحصل له اليفيشن، وبالتالي بيصير له ليكي باتجاه البلود ستريم، وهذا الحكي ينتج عنه ايش؟ ينتج عنه حالة الهايبر أمونيمي. فعادة مستويات الأمونيا في البلد ستريم من 5 to 50 مايكرو مولر بير لتر، وقلنا لكم إذا كانت يعني إذا كان معدل إنتاج الأمونيا عالي،
وقدرة اليوريا سايكل عندها محدودية باستخدام اليوريا، بالتالي إذا كان في يوريا عالي، إذا كان في أمونيا عالي، معنى الكلام هذا راح يصير لها ليكج زي ما حكينا قبل شوي باتجاه البلد ستريم، وهذا الحكي ممكن يعمل إليفيشن للأمونيا إلى مور ذان 1000 مايكرو مور بير ليتر، وهذا الحكي بسبب هايبر أمونيميا، وهذا الكونديشن بسبب مجموعة من الأعراض السيريس سيمبتومز اللي تشمل التريمر، ستارينج اب ذا سبيتش، سومنينس مثلا، فوميتينج، سيريبرال إديما وغيرها. فيعني فاللي بقصده هون ممكن إذا كان في إليفيشن عالي للأمونيا ممكن يسبب الكوما والديث، بس في هنا تو ميجر تايبس اوف هايبر امونيميا. اول نوع الاكوير هو بحاكي الليفر ديزيز، بس انا بقدر اضيف عليه الكدني ديزيز. انا بقول ليش كدني ديزيز، انا حطيت الكدني ديزيز، مش قلنا قبل شوي اليوريا راح يروح على وين؟ المفروض عمل له اكسكريشن عن طريق ايش؟ مش قلنا عن طريق الكدني؟ طب في الكدني فيها مشكلة، بالتالي البي يو ام راح يرتفع، فجزء من اليوريا راح يروح يصير ليكج باتجاه السيل ديفيوجن باتجاه الجت، وهناك عن طريق اليورياز ايش بتعمل؟ تعطيني امونيا، الامونيا جزء منها بيصير له بتخلص منه، جزء منه بيصير له ابزوربشن، وكلما زادت نسبة الامونيا يعني كل ما زادت نسبة اليوريا اللي صار لها ديفيوجن باتجاه الانتستين كل ما كان نسبة الأمونيا في الانتستين أعلى وأعلى. رقم اثنين ممكن يكون هيريديتري، يعني مثلا ممكن يكون ديفيشنسيز في بعض الانزيمات اللي بيصير في اليوريا سايكل. حتى عنده سؤال لحد هون؟ طيب على بركة الله. راح ننتقل احنا لموضوع جديد، موضوع بيحكي عن شابتر 15 اللي هو بيحكي عن الكونفيرجن اوف امينو اسيد تو سبيشاليزد برودكتس. طبعا هذا الموضوع يعني ممتع صراحه، ممتع بجزء من اكثر الشابترز امتاعا في المساق، بجزء من الان وانا اشرح فيه بجزء شويه عن جزئيه معينه، بس تاخذ البرنسبل يعني الموضوع بيكون سهل جدا. فنبدا اولا، تعرفوا في انواع واحنا نحكي مثلا متذكرين على البنتوز فوسفيت باث واي، وكنا نحكي عن الاوكسيديتيف ستريس، كنا نحكي ايش؟ كنا نحكي في بروتينات بسميها هيم كونتيننج بروتينز، هيم كونتيننج بروتينز. عاده من ضمن الاشياء اللي هي مقول بورفورين ميتابوليزم. البورفورين ايش؟ البورفورين باختصار عبارة عن سايكليك موليكيول، لاحظوا بتكون من فور بايرور رينج. طبعا هذا الشابتر مختصر، ما ترجعوا للكتاب عليه، خليكم بالسلايد فيه. ففي عندنا فور بايرور رينجز مرتبطات مع بعض عن طريق الميثينيل بريدجز، واحد اثنين ثلاثة أربعة ميثينيل بريدجز، وبالوقت اللي بيرتبط فيه بالكور بيكون الاف اي، قد يكون فرس وقد يكون فرس او فرك. بالوقت اللي بيرتبط مع الاف اي هنا بيعطيني ايش؟ بيعطيني الهيم. فبقول عنده مثلا هيم بعتبره اف اي 2 بروتو بورفورين تايب 9. والبورفورين هو او الهيم بشكل عام، يمثل ايش؟ يمثل برستي جروب، مجموعه من البروتينات من ضمنها الهيموجلوبين، الميوجلوبين، السيتوكرومات، كاتاليزز، الناتج اوكسيد بيروكسيديز، بالاضافه الى سيتوكروم بي 450. يعني هذول جميعهم خلينا نحكي هيك بدخل في تركيبهم الهيم از بروستيك جروب. طب ايش التيشوز اللي بتنتج الهيم؟ يعني مثلا لو اخذنا هيك جزئيه بسيطه، احنا بنعرف ان الهيموجلوبين اكثر مولكيول بالجسم بيحتوي على الهيم، وعادة تعرف الخلايا بشكل عام بيصير لها نورمال سيل تورن اوفر، يعني الخلايا بيصير لها
ديستراكشن وسنتس بشكل مستمر، وبتعرفوا انه مصادر الارثروسايتس مصدرها من وين مصدرها؟ من الريتيكولوسايتس، من الريتيكولوسايتس. فالخلايا بشكل طبيعي، ريد بلاد سيلز بشكل طبيعي يصير ديستراكشن، ما دام ديستراكشن اذا معناه راح يصير في نقول ريدكشن للهيموجلوبين، والهيموجلوبين بعديها بده يكمل طريقه في الديجراديشن. بس اللي بقصد انا هون انه الهيم هاي احد النواتج، نواتج الديجراديشن، بيحتوي على نسبه يعني من الاف اي. الجسم بيصنع يوميا من 6 ل 7 جرام من الهيموجلوبين مشان يعمل يوازن، مشان يعمل ريبليسمنت ل الريد بلاد سيلز بيصير ديستركشن بشكل يومي، وانا بحكي بشكل يعني نورمال. فلهذا السبب، لهذا السبب ديجراديشن وسنثسيس، ديجراديشن للهيموجلوبين، سنثسيس للهيموجلوبين، سنثسيس مثلا لمين؟ يعني بقول ديجراديشن للهيموجلوبين بده يعطيني هيم، والهيم راح يمر في مراحل حتى يصير له كومبليت ديجراديشن. بدي اعمل سنثسيس، في عندي جلوبين وفي عندي هيم، لازم اوافق ما بين الجلوبين وما بين الهيم حتى اني اقوم بعمليه تصنيع الهيموجلوبين. يعني مش معقول ان يكون الهيم اكثر من الجلوبين او الجلوبين اكثر من الهيم، لازم يكون في بالانس في الموضوع. فلهذا صار في عندنا تو سايتس للهيم بايوسنثيسيس، تو سايتس للهيم بايوسنثيسيس. اول سايت اللي هو الليفر، والسايت الثاني اللي هو الاريثرويد تيشوز، الاريثرويد تيشوز او بسميه اريثروسايت بروديوسينج سيلز. فلو اخذنا احنا بدينا بالاريثروسايت بروديوسينج سيلز، مور ذان 85% من الهيم بيتم انتاجه في الاريثرويد تيشوز، وعاده تصنيع خلينا نحكي احنا هيك، تصنيع الهيم بيكون بمستوى ماله بمستوى عالي، وبيتم بالعاده بالبون مرو، بالبون مرو. وعاده تصنيع ال نقول هيك الهيم بكون تصنيعه ماله تقريبا كونستانت مشان يعمل ماتشنج مع مين؟ مع تصنيع الجلوبين. الليفر بصنع ما قيمته تقريبا 15% من الهيم. بس بدنا ننتبه لشغله مهمه، بدي انا مشان اوضح لكم الفكره، افترضوا انه في تو انديفيديوالز، اول انديفيديوال بيتناول فيجيتابلز تريتد ويز اورجانيك نقول كومباوندز، بينما مثلا الانديفيديوال نمبر 2 تريتد او تناول فيجيتابلز تريتد ويز ان اورجانيك او نقول عنها سينثيتيك كومباوندز، بتساعد في ايش؟ بتساعد في نمو، خلينا نحكي احنا هاي سينثيتيك كومباوندز بتساعد في نمو النباتات. فاللي بيكون اللي بتناول الاورجانيك مواد مثلا، يعني بتعتمد على روث الحيوانات، بيكون هذا اورجانيك، بالتالي وجود الكيميكالز هي بتكون كميتها مالها، كميتها قليله مقارنة مع الشخص اللي بتناول مواد معالجة بالمبيدات الحشرية، بمبيدات الأعشاب، بمبيدات الفطريات. وهذا الحكي بينتج عنه إيش؟ بينتج عنه التوكسينز اللي واصل للشخص اللي تغذى عن طريق الأورجانيك فيجيتابلز كميته قليلة، بالتالي السيتوكرومز والديتوكسيفاينج انزيمز راح تكون كميته قليلة مقارنة مع الشخص اللي تناول نقول vegetables treated with different types of chemicals. فلهذا السبب أنا إيش بعتبر هون؟ أنا بعتبر الشخص اللي عنده تناول vegetables أو تناول fruits treated with chemicals، هاي الكيميكالز بيكون عنده مستويات التوكسيتي عالي، وبالتالي مستويات الهيموبروتينز عنده عالي، فبده يصنع الهيم بكميات كبيرة مقارنة مع الشخص اللي بيكون تغذى على مواد عضوية، يعني تم استخدام مواد عضوية في الزراعة. واضح أنا الفكرة؟ يعني معنى الكلام إنه إنتاج الهيم في الليبر بيكون في ماله بيكون انديوسابل، بيكون انديوسابل ما بيكون كونسيتاتيف.
فوضحت الفكرة هون يعني يعني. دكتور، اه وبيكون تفضل. ما في بالانس بين الهيم والجلوبين. لا احنا حكينا بين الهيم والجلوبين اجباري لازم يكون في بالانس، بس انا بحكي عن بسبب انه بيتناول اشياء لا فيها. بدك تميز شوية. اذا انا بحكي عن ريد بلاد سيلز، اذا بحكي عن ريد بلاد سيلز بين الهيم والجلوبين في بالانس، بس اوكي. اذا بحكي عن الليفر، مش الليفر وظيفته بيعمل ديتوكسيفيكيشن للمواد، واحد بوف يعني بالعربي واحد بيتناول غذاء معالج بالمواد العضويه فقط روث الحيوانات، واحد بتناول غذاء خضار بالكيميكالز والاسمده الكيميائيه. نتوقع الشخص اللي عنده اسمده كيميائيه نتوقع انه معدل التوكسيسيتي راح تكون، يعني مثلا ولا واحد بيشتي في مياه بتعرفوا الكيميكالز من السهول، يعني بتعرفوا يعني المزارعين، بعض المزارعين مش لهالدرجه بيتقوا رب العالمين، يعني رغم انه احنا في ايام فضيله، اذا والله شاف البندوره مثلا مرتفعه ولا شاف الخيار مرتفع بصير يستخدم اسمده، هاي الاسمده لها فتره امان، بالتالي اذا هذا الشخص ما قدر يوصل الى يعني ما عندوش امانه ببيع المنتج، وهو لا زال لحد الان حتى لو غسلت الخضار 100 مره بيبقى الكيميكال الماده الكيميائيه موجوده توصل لاجسامنا، الجسم المفروض انه يعمل ديتوكسيفيكيشن. معنى الكلام انه الليفر راح يصنع الهيم بدرجه كبيره مشان انه يصنع، لانه الهيم هو جزء من بعض الانزيمات اللي بتشتغل زي الكتاليز زي النيتريك اوكسيد سنتيز زي ما فرزينا قبل شوي، السيتوكرومات وغيرها. فلهذا السبب حسب الحاجه، حسب الديماند، والديماند تعتمد على نمط الغذاء تبعنا ومصدره. يعني احيانا الواحد بيكون وماشي بطريقه ايجابيه وبطريقه حذر فيها، بس بيلقى انه يتناول خضار، انه بيغسل الخضار والفواكه. ولكن اقول لكم مثال بسيط من الامثله، تعرفوا ان في اليوم طالعه ظاهره اللي هو الري بالمياه المعالجه، ري المزروعات بالمياه المعالجه. شو المياه المعالجة؟ يعني مثلا والله مياه مثلا ممكن مياه المجاري يعالجوها ويعالجوها يعملوها محطة التنقية، مثلا يعملوها محطة التنقية. بس وين الإشكالية هون؟ الإشكالية بتكون في العناصر الثقيلة زي الرصاص والكادميوم، هذول هي ذايبة موجودة ضمن إيش؟ ضمن مثلا إذا كان والله في مياه مصدرها من مصانع كمثال زي المحاجر، ففيها رصاص وفيها كادميوم فيها زئبق، بالتالي النتيجة هون، النتيجة انه تبقى موجودة ضمن ايش؟ ضمن الماء اللي تم معالجته. فيوم تم، وبتعرفوا هاي العناصر الثقيلة الموبولايزنج لها صعب، يعني اذا دخلت على نسيج نباتي صعب تخرج منه، واذا دخلت على اجسامنا بصير لها يعني خاصية تراكم تتراكم بأجسامنا. وبالتالي هذا من ضمن الأشياء. يعني أسألكم سؤال، يعني هو انتشار السرطان بدرجة كبيرة بين الناس، يعني الانسيدنس له عالي، هو جايب بلاش مش جايب بلاش؟ برضو من الأشياء اللي بتدخل على المعدة. وبعدين وين الناس اللي بتعمل ايش؟ بتعمل فحص لهذه المنتجات. يعني هذا الحكي برضو في علم الله، خلينا نقول. وضحت البوينت اللي حكيت لكم اياها؟ وضحت؟ واضحه يا ساره؟ يعني دكتور، بسبب إنهم يتناولوا مواد معالجة، يعني كآلية، يعني رد فعل الجسم راح يكون إنه زيادة الهيم علشان تدخل في الإنزيمات اللي بتعمل ديتوكسيفايك. هيك مش 100%، أكثر من 100% كلامك صحيح مظبوط. تمام. فإحنا خلينا الآن نيجي لموضوع، شايفين هذا خلينا نعتبر الأمام أن هذا الفيجر حسب نطلع عليه كومبليكيتد وقصة نعمل عليه، ولكن أنا بدي أعمل لكم سيمبليفاي إله بطريقة، يعني بدي أعرف البرنسبل وبعديها بدخل لهذا الموضوع. بعديها أنا بصير أسأل وأنتم بتجاوبوا، بصير أنتم نفسكم تصيروا تشرحوا. فخليني انا بس ايش خليني انا بس اعطيكم الفكره. انا بدي افترض بدي اصنع الهيم،
خلينا نحكي هيك، انا بدي اصنع الهيم. عمليه تصنيع الهيم تبدا بستيب 1 وبتتم في مكانين، المكان الاول اللي هو الميتوكوندريا، والمكان الثاني السيتوسول. البدايه تبدا من البدايه، تبدا من الميتوكوندريا. صنعنا هاي ستيب 1، كون سبستريت 2 او انترميديت 2، انترميديت 3، انترميديت 4، انترميديت 5، بعدين رحنا انترميديت 6، بعدين 7، بعدين 8، بعدين الهيم. هسا هون انزيم 1، خلينا نغير اللون، انزيم 1، انزيم 2، انزيم 3، انزيم 4، انزيم 5، انزيم 6، انزيم 7، انزيم 8. افرضوا جدلا الان صار في ديفيشنسي في انزيم 3. هذول بيصير له اكوميوليشن. مين اللي بيصير له اكوميوليشن؟ سبستريت 3. سبستريت 3، صحيح، ممتازة. طيب سبستريت 3 هون، يوم بزيد سبستريت 3 بيعمل انهبيشن لمين؟ كملوا، لازم تكملوا. لا انزيم 2 لانزيم 2 مين بتراكم؟ 2 برضو 2 و1. و1. طيب ممتاز. طب اذا صار في ديفيشنسي لانزيم 5، نقلين السيكونس تبعنا، يلا شو السبستريت؟ بيتراكم السبستريت 5، بيعمل انهيبيشن ل E4، ولما يصير انهيبيشن ل E4 بيتراكم 4 و3 و2 و1 كله. ممتاز. طب اخر واحد بدي، يعني اخر مثال بدي اضربه انا هذا المثال مشان بعدين نيجي للفيجر، الاي 8 او الاي 7، خلينا نحكي الاي 7، ده كل معنى 7 6 5 4 3 2 1. طب لو قلت لكم انا كيف بدي احدد، انا هاي الكي بوينت في الموضوع، كيف بدي احدد انا؟ طبعا هذا يوم بصير في ديفيشنسي انزيم اي 3 هذا مرض، مرض ايه؟ ديفيشنسي للاي 5 مرض بي، ديفيشنسي للاي 7 مرض سي. طب السؤال هون انا كيف بدي اميز بين الاي والبي والسي؟ من السبستريت اللي قبل الإنزيم على طول. يعني ممتاز كلامك، يعني مشان زملائك الاخرين يفهموا شو بتقولي؟ إيه، ابعد أبعد سبستريت عن أول خطوة يعني. صار له اكوميوليشن، ابعد سبستريت صار له اكوميوليشن عن الخطوه الاولى، عن النقطه الاولى. فمعنى انا بهتم، يعني اجي اتخيلوا اجي اقول لكم انزيم سي، انزيم الاي 7، الاي 7 والمرض سي، طب ما هو بيجمع ما بين البي والسي، البي والاي، مزبوط؟ أو لذلك انا بدور على السبستريت، ابعد سبستريت عن نقطه البدايه هون. طب انت الان as a physician، هذول بيظهروا باليورين، والامراض بسميها امراض ناجمه عن الهيم سينثيسيس. يعني الناس اللي بالمستقبل بتاخذوا امتحانات اليو اس ام ال اي راح يعني تتعرضوا لهي القصص. اجانا مريض، هذا المريض اول شغله شفنا البول، مجرد ما راح بول الشخص بيقول انه لونه بتلون بالوان مختلفه، مش اللون صار اسود، بوله اسود او بوله ازرق. يعني في درجات الوان للبول. انا اول شيء بفكر فيها الهيم سينثيسيس، مشاكل عنده، مرض بالهيم سينثيسيس، تمام. هسه هون انا يا مطلوب فحص البول بدي اعمل يورين اناليسيس، القيمة عنده اكيوميليشن لواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ستة وسبعة. فرقم سبعة
أعطاني اسم له، فبدور رقم سبعة شو اسم الأنزيم اللي بتعامل هو سبستريت، ل شو اسم الأنزيم اللي سبستريت رقم سبعة، شو بتقولوا لي أنتوا هون؟ سبعة انزيم سبعة. الإي 7. طب الآن أنا باجي بطلب، الآن أول شيء أنا ما جيت يعني بطريقة صحيحة، فلقيت إنه هذا صار له أكوميوليشن اللي هو سبعة، فأنا بطلب فحص مشان أعمل كونفيرم للتشخيص للدياجنوزز. بطلب إيش بطلب؟ بطلب الإنزيم الإنزيم، مستويات الإنزيم الإي 7، إذا لقيته منخفض خلص أنا عملت كونفيرم. شفتوا هذا الحكي؟ خلينا نطبق الكلام هذا، نطبق هذا الكلام على مستوى الفيجر اللي أمامنا. الفيجر اللي أمامنا مش إشي عظيم يعني، الفيجر اللي أمامنا نفس اللي شرحته أنا بس بطريقة مختلفة. أولا عملية التصنيع للهيم بتبدأ وبتنتهي في الميتوكوندريا، وأنو الخلايا اللي هو الإريثرويد تيشو والليفر تيشو، هذول الجهتين. وين بيتم؟ بيتم في الميتوكوندريا وينتقل الى السيتوسول كانترميديات، وبعدين بترجع لوين؟ الى الميتوكوندريا. نبدا بتصنيع، التصنيع بتبدا بالساكسينيل كو اي، بالساكسينيل كو اي والسيستين والجلايسين عن طريق انزيم بسميه امينو ليفولينيك اسيد. الامينو ليفولينيك اسيد هذا الانزيم بينتج لي بينتج لي الامينو ليفولينيك اسيد. الانزيم ما دام اسمه امينو ليفولينيك اسيد فبيكون اسم الانزيم بناء على البرودكت بكون بسميه امينو ليفولينيك اسيد سنتاتيز، امينو ليفولينيك اسيد سنتاتيز. وهذا الانزيم بالعاده بيصير له انهيبيشن عن طريق الهيم، بيصير له انهيبيشن عن طريق الهيم. يعني مشان انت اللي سالت قبل شوي قالت انه الهيم والجلوبين انا كيف بعمل بالانس بينهم، اذا لقينا انه الهيم زاد تركيزه الهيم مباشره يوم يصير له اكيوميليشن المفروض انه الهيم يرتبط مع الجلوبين. اذا لقينا فري هيم، زياده الفري هيم معناته فيش عندي جلوبين كافي، فالهيم هون بروح على الاي ال اي اس اللي هو الاميلوفينيك اسيد سينثيز، وبالتالي بيعملوا انهيبيشن وبالتالي بيمنع تصنيع هيم، بيمنع تصنيع الهيم. هذا مشان يعمل بالانس. واضح البوينت هون؟ عرفنا كيف انه بصير في بالانس ما بين الهيم والجلوبين؟ واضح يا جماعه؟ واضح يا ساره؟ واضح الدكتور. تمام. الان خلينا نشوف احنا هيك الامين ليفولينيك اسيد مباشره بيخرج لوين بيخرج؟ بيخرج نحو السيتوسول من الميتوكوندريا، واعطاني هون عن طريق الامين ليفولينيك اسيد دي هايدروتيز شو بيعطيني؟ اللي هو بورفوبرينوجين. البورفوبرينوجين هون اذا صار في ديفيشنسي في الاي ال اي دي هايدروتيز، الاي ال اي دي هايدروتيز هون ايش راح يصير؟ ايش راح يصير؟ تراكم للأمين ليفولينيك وليفولينيك أسيد. اسيد. شفتوا هيك؟ شفتوا ما يعني شفتوا الامر؟ هسه في ميز لي الاشياء اللي بتعمل انهبيشن للاي ال اي دي هايدروتيز اللي هو الليد بويزنينج. الليد بويزنينج بيعمل انهبيشن لمين؟ لهذا الانزيم. فصار انا اجاني مريض وعملنا يورين اناليسيز ولقينا عنده بس اللي صار له اكوميوليشن الامين ليفولينيك اسيد، معناه شو بكون عنده؟ احكوا شو بكون عنده؟ معناه بكون عنده ليد بويزنينج. أو deficiency بال ALA dehydratase. انه لقينا مستويات الاي ال اي دي هايدروتيز طبيعيه، مشان يكون سؤالك مزبوط كلامك، يعني يوم بتتم تصريح صياغه السؤال الاي ال اي دي هايدروتيز بقول لك نورمال، شو بتقولي لي؟ بتقولي لي انه عنده ليد بويزنينج. طيب أوكي. بعديها مباشره البورفيرينوجين بعديها عن طريق هيدوكسي ميثيل بيلين سنثيز بينتج الهيدوكسي ميثيل بيلين، وهنا
هون اذا صار في ديفيشنسي في الهيدروكسي ميثيل بي، لان احكوا لي شو الشغلات بيصير للاكيوميليشن. يلا جنت هيدروفوب ماشي، تفضل يا سارة. مشكلة هيدروفوب بيلينوجين والأمينو ليفولونيك أسيد. ممتازة. طيب اللي بيعمل كونفيرم في القصة انه انا عندكم مستويات البورفيرينوجين اللي هي عالية، ماشي، بالتالي انا وبقيس بعديه مستويات الانزيم فالكا ديفيشنت. هذا المرض الناتج، المرض الناتج له اسم، له اسم بسميه اكيوت انترميتنت بارفوريا، وهذا بصيب الليفر. شوفوا الشغلات الموجودة، شوفوا الديفيشنسي لمين، هي الديفيشنسي، الديفيشنسي لمين، حاكي لكم اسم الانزيم وقالكم مين اللي بيصير له اكوميليشن. وهون بصير في ميزه انه اليورين داركنز، بصير قاتم اكثر بفعل انه بصير له اوكسيديشن، المكونات اللي فيه الستينز اللي فيه بصير له اوكسيديشن، او هاي المواد بصير له اوكسيديشن بالتعرض للضوء الشمس، للضوء ولا الهواء. ولاحظوا هنا البيشنت نوت فوتو سنسيتيف، فوتو سنسيتيف المقصود فيها انه المريض بيكون عنده ايش، مجرد ما تسقط اشعه الشمس هذا الحكي بفعل هاي الانترميديتس الموجوده بتعمل انجري، وراح احكي عنها كمان شوي. طيب هسه جزء من الهيدروكسي ميثيل بيلين، جزء منه بروح سبونتينيسلي بينتج اليورو بورفورين تايب 1 والكورب بورفورين تايب 1، وهذول بيظهروا برضه وين، باليورين نورمال. ممتاز. طب افرضوا انه الهيدروكسي ميثيل بيلين بده يتحول الى اليورو بورفورينوجين تايب 3 عن طريق اليورو بورفورينوجين سينثيز، ولقينا انه هناك مستويات عاليه. طب هلا جاوبوني انتوا على السؤال. جنى خلينا نشوف. جنى حطاب. جنى افرضي انه صار في ديفيشنسي في اليورو بورفورينوجين تايب 3 سينثيز، شو الشغلات اللي بيصير لها اكوميوليشن؟ ايش الاشياء اللي بيصير لها اكوميوليشن؟ ايش الاشياء اللي بيصير لها اكوميوليشن؟ يلا سارة تفضلي. يا سارة الهيدروكسيميثايل بيلاين والبروفوبيلينوجين والأمينو ليفولونيك أسيد. بالإضافة لهدول، شايفي هدول، هدول بزيدوا، إذا زادوا طبعا في عندنا نورمال رينج، لقيناهم هدول هيدروكسيميثيل بيلين لقيناه عالي خلص، معناه أنا واليوروبورفولين تايب 1 والكوربورفين تايب 1 لقيناهم عاليات خلص، أنا عرفت إنه بيكون ديفيشنسي لهذا الإنزيم. طب افرضوا إنه كان طبيعي هذا الإنزيم، الآن اليوروبورفينوجين بتحول ليش، بتحول راح يتحول لإيش، راح يتحول الى كوربورفينوجين تايب 3 عن طريق اليوروبورفينوجين ديكاربوكسيليز. افرضوا هذا ديفيشنت، طبعا خلينا نحكي عن المرض اول شيء. اذا ديفيشنسي لليوروبورفينوجين تايب 3 سنثيز قلنا بسبب الكونجينيتال اريثروبيوتيك بورفوريا، وهذا بصيب البون مارو. كل المعلومات اللي حكيتوها انت اللي حكتها زميلتكم، اللي حكتها زميلتكم. طيب اذا هذا ديفيشنت اليوروبورفينوجين ديكاربوكسيليز، شو الاشياء هنا بقول انه بسبب مرض البورفوريا كوتينيا تاردا. طب شو الشغلات اللي بتظهر معناها، شو الشغلات اللي بيصير لها اليفيشن بتظهر باليورين؟ تفضلي دكتور، تفضلي أي سعد. إنزيم؟ أي واحد؟ احنا عن اليوروبورفينوجين ديكاربوكسيليز هذا، والديفيشنسي اللي بسبب بورفوريا كوتينيا تاردا، شو الاشياء اللي بيصير لها اكوميليشن؟ اليوروبورف فيرونوجين تايب 3 وكل اللي قبل. وكل اللي قبل واليوروبورفورين تايب 3 بالدياجنوز، انا اللي بستخدمه بالدياجنوز انا اليوروبورفورينوجين تايب 3. تايب 3. ممتازه. طيب هنا الكوربورفورين تايب 3 بعديها بدخل للميتوكوندريا، في الميتوكوندريا لاحظوا لحد الان المرضى كلها من عند الهيدروكسيميثيل بيلين
كلها بيكونوا فوتو سنسيتيف جميعهم. دخل الكوربورفيرينجين تايب 3 بعديها عن طريق الكوربورفيرينجين اوكسيديز بيعطيني بروتو بورفيرينجين تايب 9. طيب افرض انه كان ديفيشنت الكوربورفيرينجين اوكسيديز بسبب مرض حالي مرضي بسميها هيريديتري الكوربورفوريا، وهذا الكلام بصيب الليفر. طب انا ايش كيف بقدر اشخصه؟ انو اخر واحد بيصير له اكوميوليشن؟ الكرو بور فيرونوجين تايب 3 بالاضافه الى ايش بالاضافه؟ البروتو. هي شايف هاي هاي ايوه الكوربورفرين تايب 3، مزبوط كلامي. طيب هسا افرضوا انه هذا الانزيم شغال وانتجنا البروتوبورفيرينوجين تايب 9، بعديها عن طريق البروتوبورفيرينوجين اوكسيديز انا بنتج ايش؟ بنتج بروتوبورفيرين تايب 9. طيب في حاله الديفيشنسي للبروتوبورفيرينوجين اوكسيديز بنتج حاله بسميها فاريجيت بورفوريا. طب انا كيف بدي اعمله تشخيص؟ يلا شو لازم اعمل بالتشخيص؟ بقيس مستويات ايش؟ اثر البروتوبور فيرونوجين 8 ايوه البروتوبورفيرينوجين تايب 9. اي وبقيس مستويات الانزيم، ايش مستويات الانزيم؟ شو الانزيم؟ البروتو بورفيرينوجين اوكسيديز اوكسيديز. ريديوز، معناها صار له ريدكشن او نفسياته قلت وصار اكوميليشن البروتو بورفيرينوجين. هسه مثلا بجوز انت اخذت مثلا يورين اناليسيس راح تلقى كل اللي قبل، شايفين هدول كلهم كلها راح تلقيهم صار لهم اكوميليشن. طب انا بستفيد بس من ابعد واحد، لذلك انا لازم اكون الباث واي وين لازق؟ لازق بذهني. طيب افرضوا انه انتجنا البروتو بورفورين بعديها بورفورين تايب 9 ربطناه مع الاف اي انا بنتج الهيم، اذا الهيم بيساوي الاف اي 2 بلس زائد البروتو بورفورين تايب 9 والانزيم بسميه فيروتشيلتيز. الان اذا كان الفيروتشيلتيز كان ديفيشنت شو بصير؟ كيف بعمل تشخيص؟ بقيس ايش؟ مين بيسوي له اكوميوليشن؟ الهيم انا هون انا هذا الفيروتشيلتيز شايفتيه؟ هاي الانزيم صار ديفيشنسي، انا بلبس له اكوميوليشن معناها ايوه اللي قبل البروتو بيرفرين تايب ايه تايب ناين 9. طيب هون اذا صار له اكوميوليشن انا خلص، اللي قبل برضه بصير له اكوميوليشن فعل فيدباك او نيجاتيف فيدباك انهبيشن، بالنهايه برضه الفيروتيليتيز بصير له انهبيشن عن طريق ايش؟ عن طريق اللي هو الليد بويزنينج، يعني عن طريق تسمم الليد. وبالتالي هون احنا انتجنا الهيم. هسه هون اذا صار في ديفيشنسي للفيروتشيلتيز هذا الحكي بسبب الارثروبيوتيك بروتوبورفوريا، وقلت لكم بصير في ديفيشنسي للفيروتشيلتيز، وهنا بصيب البون مارو، الاشياء اللي بصير لها اكوميليشن بتكون ايش؟ بتكون البروتوبورفورين تايب 9 والبيشنت فوسو سنسيتيف. يعني هسه مثلا لو اجانا مريض وعرفنا واحنا حافظين هذا الباث واي، مش بس بنعمل له تشخيص، شوف كم مرض تعاملنا معه. دكتور ايش يعني بالضبط patient are photosensitive؟ فوتو سنسيتيف راح نحكي عنها احنا ان شاء الله، هسه كمان دقائق راح احكي عنها شو يعني فوتو سنسيتيف. تمام وكمان سؤال دكتور، تفضلي. بأول مرض اللي هو الـ acute inter هذا الأول، بيشنت بورفوريا صحيح. أيوة لما في النقطة 3 مكتوب urine darkness on exposure to light and air، يعني بالسامبل إذا عرضناها نفس السامبل هو الشخص، يعني الشخص هو يعني لو انت اخذت عينة بول من المريض حطيت على جنب وعرضت لضوء الشمس بصير لها اوكسيديشن وبالتالي بتعطي الوان، بتعطي يعني لون. مش انه لما على طول يعني وقت التبول انه بتظهر لونها داركنس، هو بيظهر بيكون طبيعي وبعدها بيتحول هيك. يعني هو نعم بده فترة زمنية، صحيح كلامك، ممكن يكون بارشلي لأنه مزبوط كلامك، يعني وجهة نظرك 100%، نعم أتفق معك. اوكي
طيب الآن البورفوريز، إيش البورفوريا؟ خلينا الحين ندخل إحنا بالموضوع بشكل مباشر الآن. البورفوريا أصلا هي رير انهيريتد، أمراض وراثية وقد تكون أكويرد، والمشكلة في الهيم سينثيسيس بصير في أكوميوليشن وإنكريز إكسكريشن للبورفورينز أور بورفورين بريكورسرز اللي هي اللي فرجيناكم الانترميديتس اللي كنا عنها، من امراض بتكون هي اوتوزومال يعني دوميننت ديس اوردرز، بعضها ممكن يكون لا ممكن بعضها يكون غير هيك. الان بالنسبه للبورفوريا تعرف بصير في اكوميليشن لليونيك باترن للانترميديت، وحكينا لكم اللي هو ابعد شيء عن الانزيم، ابعد شيء عن بدايه التصنيع. والبورفوريا بيكون لون اللون بول بيكون ريد بلو كلر، ليش؟ لانه في عندنا بيجمنتس، هاي البيجمنتس دي انترميديتس اللي مصدرها من البورفورين انترميديتس، وهذه بسبب الديفكت للهيم سينثيسيس. لاحظوا هون الشكل، شكل البول بين شخصين، لاحظوا كيف بيصير له داركنينج. بالنسبه للكلينيكال، الكلينيكال مانيفستيشن، اولا احنا بنعرف انه هل الانزيم وهل هو ناقص، هل بتحكوا انتم مثلا عن الارثرويد تشو، ولا بتحكوا مثلا عن يعني الارثرويد تشو بحكي عن البون مارو، ولا بتحكوا مثلا عن الليفر. لذلك مقسمات البورفورياز الى ارثروبيوتيك والى هيباتيك. بشكل عام الناس اللي بيكون عندهم مثل هاي الاعراض، يعني هذا الف يعني هاي الاعراض، خلينا نحكي احنا بشكل عام، يعني الاشي اللي بيعمل كونفيرم اللي هي الكلينيكال تيستينج او البيوكيميكال تيستينج بالذات. فممكن المريض يكون عنده الان الانزيمز ديفكت بريير بريزنس اوف تترا بايرول رينجز شوز ابدومينال اند يور سايكياتريك ساينز كمثال. الناس اللي بيكونوا بعد ما يصير في accumulation يعني enzyme defect بيصير في accumulation لتترا بايرول intermediate بيصير عنده photosensitivity. شو يعني؟ بيكون بيصير عندهم مجرد ما يتعرضوا للضوء بيصير في skin itching و burns، وهذا مجرد ما انهم يصير لهم exposure to اللي هو visible او للvisible light. كمان شو يعني الفوتو سنسيتيفيتي؟ بس قلنا احنا انه بصير في اوكسيديشن للانترميديتس، والانترميديتس بتكون جزء منها بتكون كلرلس بورفورينوجين تو كلرد بورفورين، يعني بتكون من كلرلس لكلرد. وهي الكلرد شو بصير فيها؟ بتسبب ايش؟ بتسبب تكون يعني هذا الاوكسيديشن بيكون السوبر اوكسايد راديكلز، سوبر اوكسايد راديكلز اخذنا عنه، وهذا الحكي بيصير له بيأثر على السيلز، وبصير في دمج للممبرينز، وبصير في ريليز للديستركتيف انزيمز، وبنتج النتيجة اللي هو زي أسباب الحروق أو التقرحات الصغيرة. هاي بفعل ايش؟ بفعل زي ما حكينا مواد تحولت من انترميديات من حالة الكلرلس إلى كلرد، وموجودة فين؟ موجودة وصلت للخلايا، الخلايا بمجرد ما تعرض لأشعة الشمس هنا صار في أكسيديشن وتكون السوبر أكسايد، والسوبر أكسايد بالنتيجة بسبب زي ما حكينا الليكج للديستركتيف إنزيمز لأن الممبرين تلفت، والنتيجة هنا أكيد من اللايزوزومز، وهذا الحكي بسبب مثل هاي الأعراض. عرفنا شو يعني فوتو سنسيتيف؟ هاي معنى فوتو سنسيتيف. يعني دكتور، يعني أثر الضوء لما إنه يتعرضوا للضوء، الضوء يعني بحفز التفاعلات ولا إيش؟ يعني عشان في طاقة وهيك والحرارة. مش في عندنا انترميديتس، انترميديتس آه هاي يسأل. الانترميديتس، نعم هاي الانترميديتس تعرفوا انه الضوء هو عامل مساعد في النهايه، الضوء عامل مساعد. فهون من الاشياء اللي بيعملها الضوء انه بيأثر على الاستراكشر البورفولوجين
وبالتالي بيحولوا الى بورفورين من كلرلس الى كلر. بس هنا الميكانيزم كميكانيزم اكيد هنا الاكسجين بيلعب دور، بصير الاكسديشن، الاكسجين بوجود الاكسجين بصير له اكسديشن هاي المركبات، وبالتالي بتنتج البورفورين. طبعا الميكانيزم بدك ترجع للباثويز ايش معنيين فيها، كيف بصير في اكسديشن والستبس ايش معنيين كثير، ولكن احنا بيهمنا انه صار في تشينج، صار في اكسديشن، صار تحولت من كلرلس الى كلرد، والنتيجه هنا صار في سكين ايربشنز في بيشنتس عنده بورفوريا كوتينيا تاردا مثلا. الجزء الاخر، طب شو طبيعه التريتمنت؟ التريتمنت اول شيء هذول الناس بيكون عندهم موجات من الاتشينج، موجات من البيرنز وغيرها، فلذلك اول شغله ممكن ان اعالج الفوميتينج والبين، اما ممكن كعرض جانبي بفعل وجود كميات كبيره بالانسجه، كميات كبيره من البورفوريا. رقم اثنين، انا ممكن المريض، ما هو المشكله اذا المريض عنده، بدينا بالساكسين الكو اي زائد ايش زائد حكينا الجلايسين شيك وانتهينا بالهيم. طيب وهون عندنا انزيم ديفيشنت، شوفوا ما زال اللي هي مستوياته قليله، المفروض انه اللي بيعمل انهبيشن للاي ال اي اس مستويات الهيم، اذا الهيم كان قليل بضل هذا شغال، بس ما دام بضل شغال بصير في هذا اكوميوليشن انترميز بكميات كبيره، وهذا الاكوميوليشن بينتج عنه انه دائما، يعني دائما احنا بدنا هيم. فالحل الوحيد مشان نقلل من هاي الانترميديتس اكوميوليشن، الحل الوحيد انه بعطي اشي انالوج للهيم اللي هو الهيمن بالاضافه للجلوكوز. هنا هذا الكلام بسبب بيعمل انهبيشن للال اس. طبعا هذا لو رجعته للكتاب فيه شغلات كثيره. فالانجستشن للبيتا كاروتين كمثال، انجستشن للبيتا كاروتين اللي هو الانتي اوكسيدنت، هذا ممكن يوفر يعني فري راديكال سكافنجر، بخلصنا من الفري راديكالز. يعني بالنهايه الامر، فهمتوا الفكره هاني؟ فهمتوا الفكره مبدأها. طبعا احنا هون راح نوقف.